استنى بس اخد الجوهرة دي عشان ما تفوتنيش. خدتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم سارة صبحي. فيديو النهاردة عن اللعبة بتاعتي اللي انا بلعبها كل يوم. يلا بينا نبدأ الفيديو واقول لكم اللعبة دي عبارة عن ايه. بصوا، اولا هعليلكوا صوت، هعرفكوا ان ليها صوت. سلام الطيور. كده انا وطيته بقى كويس شوية. ماشي. بصوا، دي اللعبة بتاعتي. فكرت بأيام زمان، كان في زمان لعبة على الفيس كنت بلعبها وانا صغيرة شوية، كانت عبارة عن محل برضو وبغير له الديكورات بتاعته وبعض خيط، وناس بقى بتقيس وناس بتشتري، وكأني في محل بجد. فجت في دماغي فجأة كده ان انا اعمل سيرش على جوجل بلاي واشوف الالعاب دي. في الاخر خالص وصلت للعبة دي اسمها فاشن امباير، حلوة على الاخر. تمام. المهم، اللعبة دي هي عبارة عن ايه بقى؟ اول ما بتفتحيها بتلاقي ان انت المفروض تكتب معلوماتك. اهو انا كاتبة اسمي، اقولكوا اهو اسمي صورة، مكتوب صورة رقم 13 صورة. خلاص، ودي المعلومات بتاعتي في المحل بتاعي، دي اول نقطة. تمام. دي الصور بتاعتي اللي انا دخلت بيها مسابقات، لان انا بخش مسابقات بلبس لبس من عندي وبتاع وبعمل مسابقات. فهي دي. الموبايل هيفصل في رب الحق. ايه اقول لكم الدنيا ماشيه ازاي. المهم، ايه هي دي؟ يعني شكلي هو في كل حاجه. تمام. ده انا شخصيتي بقى، بغير شعري، بغير لبسي، كل حاجه هوريكم اهو. بتعملي ذوقك بقى في اللبس، يعني ممكن البس الفستان الطويل ده اهو لبسته. تمام. ممكن اغير الميك اب، ممكن اغير الشعر، ممكن اغير اي حاجه. تمام. كانها انسانه حقيقيه بجد وحقيقي. طيب ماشي. الدايلي سبيشال دي، دي العروض اللي بتجيلي كل يوم، كل 24 ساعة اعتقد. تمام. الحاجات دي تتفرج على الفيديوهات، يعني تفتحيها تتفرج على الفيديو تقوم جايالك. ودي العروض اللي عليها سيل، مثلا ده كان ب 2850 بقى ب 1140. فلو عايزة تشتري اشتري، مش عايزة خلاص انا مش محتاجاه فمش هشتريه. تمام. دي اول حاجة. في انا بقى عندي مساعدة، لان انا المحل كبر معايا فبعتولي واحدة مساعدة، ممكن برضه البسها اللبس اللي انا عايزاه كل حاجة. هي اللي عاملة السهم الاصفر ده المساعدة بتاعتي. يلا اشتغل اشتغل. المهم، انا بقى هقول لكم اللعبة دي عبارة عن ايه. وعشان اول ما دخلت فيها انا كنت تايهة من اول فوق كده. انا عندي دي خلال 24 ساعة، لا مش 24 ساعة، سوري. بصوا مكتوب نيكست بعد 4 ساعات، قولي بعد 5 ساعات هيقولولي افتحي مثلا اختاري بوكسين بالصدفة. تمام. هختار او بوكس على حسب الكوليكشن دي. المفروض ان انا افتحها بالتيكيتات اللي تحت اللي فوق دي. انا عندي معايا 3 تيكيتات والصندوق بيتفتح بـ5. تمام. فهحوش الـ5 ناقص لي 2 وهفتحها وهنشوف حظي هيطلع في ايه. دي اول حاجة انا عرفتها. النجمه دي اللي انا هدوس عليها دي، ده الليفل، يعني لما اوصل ل 2226 يعني انا كده هوصل لليفل 14. دلوقتي الحمد لله اشكرك يا رب بتفليش في ليفل 13، فدي حاجه كويسه. ماشي. نيجي دي 2000، وصل معايا 1154 يعني الحمد لله. ودي 13 جوهره. الجوهره دي بستعملها في ايه بقى؟ بستعملها لا بشتري بيها لبس. تمام. انا هوريكم دلوقتي كل حاجه. بصوا، انا هوريكم الاول الحاجات اللي بتظهر في اللعبه عشان تبقوا فاهمين. يعني بيقولوا لي يعني نظفي المحل بتاعك، فهدوس عليها اهي وماسكه المقشه زي الشطره تقوم تنظفها. بالتالي هعدي في الليفل وفي نفس الوقت هاخد فلوس. ماشي اهو. خلاص، ده خدت 10 جنيه. السولد دي يعني معنى كده التيشيرت اللي انا او الفستان اللي انا كنت ببيعه ده خلص، فهدوس عليه هيدوني المكسب بتاعي. تمام. نيجي بقى هدوس على السهم ده، السهم على الجنب ده هيظهر لي دي الاماكن كلها اللي انا بخيط من خلالها. يعني بختار المكان الفاضي
وبختار الحاجه. طبعا انا كل ده انا مليه دلوقتي، ناقص او مثلا تلت ساعه قبل ما تخيط. انا مخيطه شوز اهي، ناقص لها ساعه ونص عشان تتخيط. عايزه افتح اماكن تانية بقى، ناقص مثلا اشتري دي 90 نجمة، بس انا مش معايا دلوقتي. عموما انت اول ما بتستلمي المحل اصلا بيدوكي خانه واحده او خانتين اعتقد، مش فاكره، وانت بتقعدي توسعي بقى في الدنيا. اصلا المحل ده كان فاضي خالص على البلاط، ولا كاشير ولا بروفا ولا اي حاجه، بس انا بقى ربنا بيفتح عليا ويوزع رزق ووسع رزقي، وجبت الحاجات دي كلها. تمام، قعدت اوسع اوسع بقى ايه، كل شويه ممكن اوسع في المحل بفلوس. انا مثلا احوش 15,000 عشان اوسع تاني. تمام، ايه، فاشتريت بقى البروفات، وبشتري بقى الحاجات اللي هي ايه ذوقي. انا اوريكم اهي، هنيجي بقى على الجنب التاني ده. بصوا، اول حاجه الاوردر اهي، دي الحاجات اللي احنا بنشتريها، الفاشن والاكسسوارز والبيوتي والسبيشال والبراندز. تمام، مثلا ندوس على الفستان، نختار بقى اي حاجه. هو انا مختار لي ارخص فستان، ده يدل ان انا مفلسه، بس ارخص فستان ده مثلا هنشوف المكسب بتاعه. انا هدفع 10 جنيه، هكسب 362 جنيه على 23 قطعه، وهاخد نجمتين. تمام، فطبعا حاجه كويسه. بيانات الفستان اهو، تدوسي على حرف الاي دي اللي هي جايه على انفورميشن، وهيقول لك مثلا لونج سيلفز وميديا بلو، يعني ميديا بلو يعني اللي هو ايه اللون بتاعه. تمام، ليه بيكتبوا لك معلومات الفساتين؟ انا هقول لك دلوقتي ليه. انت بتيجي مثلا الكويست دي، يعني في ناس بتطلب منك حاجات. تمام، انا هدوس على هنا اللي هو ايه حاجات المحل اللي انا فيه دلوقتي، لان انا بقى عندي الحمد لله 3 محلات هوريه لكم دلوقتي. هما بيقول لك مثلا اصنعي 3 فساتين، فانت بتروحي جو بيجيب لك الفستان ده، حريه شخصيه، انت بتختاري بقى 3 فساتين اللي انت عايزاها. بس في ساعات يقول لك اختاري فستان مثلا لونه لبني، فانت ممكن تكوني عندك مثلا حاول في الالوان، زي ما انا ساعات بيبقى عندي بشوف الاخضر لبني او حاجه، فاضطريت ان انا ساعات بقى خيط حاجات غلط وبصرف فلوس على الفاضي، فاضطريت ان انا ابقى اقرا المعلومات بتاعه الفستان علشان ابقى ايه، ابقى عارفه لونه بالظبط من المعلومات اللي هم كاتبينها، ويبقى يعني اكسب الدنيا. تمام، هنا بقى الديكوريشن هي اللي انا بتكلم فيها اهو، كل حاجه انا مختاره حاجات اهي، مختاره حاجات. مثلا اشتري، عايزه اشتري مليتين من ده، بس عايزه احوش ديكورات. بص، في كل حاجه، كل حاجه بتتباع. تمام، السيت يعني عشان تيجي تقعدي على الكراسي، الكرسي ده عندي اهي، عندي اهو، ممكن احطه. تمام، بس انا مش عايزه احطه دلوقتي عشان ايه المحل ما يبقاش زحمه على الفاضي، مش من كتر الزباين يعني. المهم، انا كده وريتكم خانتين، الخانه الثالثه وريتها لكم برده، الخانه الرابعه بقى اللي هو اللي قلت لكم في اول الفيديو ان انا كنت بخش تشالنج، ممكن اخش مثلا بيطلبوا مني ان انا اخش المسابقه دي، ولو كسبت بيدوني الجوائز اللي مكتوبه عندكم دي. تمام، فبخش هنا الانفورميشن وبعرف هما طالبين مني ايه. لو انا عندي الحاجات دي بخش وبلبس وكل حاجه، لو مش عندي بستنى شويه. انا داخله، انا دخلت مثلا 8 مرات دخلت، وده الفوت انت بتدوسي عليه. مثلا هلعبها معاكم اهو، هدوس فوت، باخد فلوس وباخد مفاتيح. المفاتيح دي اللي انا بخش بيها اصلا التحديات، لو معكيش مفتاح مش هتخش التحدي ومش هتعرفي. تعالى بص نشوف اللي لابسه اخضر دي ولا اللي لابسه قط. انا اعتقد اللي لابسه قط، طلعت لابسه قط اعلى بجد وحقيقي. تعالى نشوف التانية. طبعا لازم يكون البوت ده بيبقى عندك نت، لو ما عندكش نت هتلعبي عادي. تمام، والصناديق اللي انت البوكسز اللي هي بتتفتح بالحظ دي برضو لازم يكون عندك نت. ماشي، وعشان تخش تحدي لازم برضو يكون عندك نت. بصوا، انا عجباني اللبسه طاقيه، طلعت اعلى برضو، ده انا ذوقي حلو بقى وبفهم في الحاجات دي. نختار انهي بقى؟ اختار اللبسه جيبه. واو، بصوا اللبسه جيبه في 100%، معنى كده ان انا انا بفهم صح. طب نختار اللبسه اسود، ياس، طلعت اكبر من 95%. طب بصوا اختار اللبسه تربيط ابيض 100% والتانية 100%، بس انا كده مش غلطانه. اختار اللي شعرها طويل عشان بحب الشعر الطويل، 61 كده كويس. او بصوا انا خدت الورد بتاعتي واتحطت في الخزنه عندي، عايزه ادوس فوت اعمل فوت براحتي. كلمة النتيجة اللي فوق دي بتظهر لما لو انا داخلة مثلا داخلة على انتر، يعني داخلة عايزة اشوف النتيجة بتاعتي انا كسبت ولا ايه، بدوس عليها وبعرف النتيجة بتاعتي. دي الحاجات اللي انا دخلتها قبل كده اهو، حاجة اسمها بلاك اند وايت وبونجو بيبي وبينج اوما، كل الحاجات دي انا كنت داخلاها وكسبت فيها
فلوس بس ما طلعتش الاولى يعني. تمام. المهم انا بقى هوريكم، انا قلت لكم انا ربنا فتح عليا وبقى عندي 3 محلات. ده بقى على حسب يعني، بتاع الفيلات بيطلبوا منك فجأة تفتحي محل في مناطق تانية. هدوس على الخريطة، شقري واحد في ايسلندا اهو، بس لسه بوضب فيه. بصوا المنظر جميل ازاي اهو، بصوا بقى اهو كل الحاجات دي بتتباع. بصوا اهي في خانتين اهو، التالتة المفروض افتحها ب5000 والرابعة ب10000، بس انا معيش فلوس دلوقتي. تمام. طبعا الزبون دخل ملقاش هدوم فمشي وخلاص. تمام. معاكي فلوس هو هاخدها. لو عندك هدوم بيخشوا يقيسوا ويظبطوا نفسهم، لو ما عندكيش لبس هيمشوا يسيبوكي والموضوع ايه مفهوم يعني. عندي برضو في لاس فيجاس هوريكوا اهو، ده بقى المحل، ده المحل التاني اللي انا فتحته يعني، ايسلندا فتحته بعد ده، ده اهو. بس الحمد لله برضو ايه مفيش هدوم. كل محل بقى بالموسيقى بتاعته يعني، بصوا الموسيقى دي حلوة ازاي. طبعا ايه هي بتخش البروفات مع نفسها كده، وتشوف يمكن مثلا واحده ضايع منها شنطه ولا حاجه، شالوهم على جنب ولا حاجه. المهم بس برضه البت هتخش مش هتشتري عشان طبعا مفيش اي لبس. يلا مش مهم، ان شاء الله ربنا يفتح عليا واحوش فلوس واجيب. انا دلوقتي مش عايزه مش عايزه اطلب. ليه بقى؟ عشان انا بحوش. بس ممكن اوريكم انا بطلب ازاي. تاب تو اوردر، هختار حاجه رخيصه دلوقتي. هختار مثلا الفستان ده اهو، ده انتوا شايفينه ايه، انا شايفاه ازرق، عليا جايبه كده بس هو اصلا جرين. تمام. هطلب، هدوس على الاوردر اهو، انا هدفع فيه 190 جنيه، هيكسبني 252 واخد 3 نجوم. يلا حلو. هستوي ايه، وهيتخيط في خلال 5 دقايق. تمام. لما يتخيط هيقول لي الاوردر وصل، فهروح ايه احط على الشماعه. تمام. وهلاقي بقى الناس دي داخله عليا تاني. طيب انا كده اعتبر شرحت لكم اللعبه كلها، يا رب تكون عجبتكم ونزلوها هتعجبكم جدا، وليها تحديث على الموبايل يعني، كل شويه تابع التحديثات بتاعتها عشان بيعملوا تحديث ليها، فبتبقى حاجه حلوه ما بتاخدش مساحه على الموبايل خالص، ومسليه جدا والله. انا بلعبها كتير قوي. تمام. يعني انا بقى عندي 3 محلات وبتاع في ليفل 13 وهوصل يعني، دي هي ليفلات كتير. ونزلوها ومش هتخسروا. تمام. انا قلت يعني ممكن اكيد في بنات كتيره زيي كانت بتقعد تدور على الالعاب التافهه دي، فانا رحت لقيتها. بصوا ممكن اشوف اي حاجه. بصوا ممكن تخش البروفة عادي وتقيس، بس ما اعرفش فيش حد بيقيس. بصوا هي اللابسه اللي ماسكه تيشيرت اخضر ده هتخش دلوقتي. بصوا بقى انا هوريكم بتخش ازاي. بصوا بتخش البروفة اهي، اهي اقفلي على نفسك بقى اهي، بس اكيد يعني ايه مش هنشوف اكتر من كده. بصوا بقى انا هوريكم هتشتريه ولا مش هتشتريه، يعني ايه ساعات بيعجبه ساعات ما بيعجبهاش. تمام. مش كل اللي هيخش هيشتري، انت لو تخش المحل مش لازم تشتري. تمام. بصوا بقى شوف هي هتروح على الكاشير هتشتري ولا مش هتشتري. طالما روحت انا وقفت وجريت قوي كده يبقى هي ايه هبيع اهو. بصوا بقى هي بتدفعلي فلوس اهو. بصوا هي اديت لها الشنطة الحمراء المحترمة دي وسلمت عليها وقلت لها يلا باي باي. بصوا الاحترام وصل لحد ايه عشان تعرفوا بس ايه ان احنا محترمين برضه. تمام. هي البت اللي لابسة بينك دي واقفة كده ليه؟ كده مستنية صاحبتها ولا حاجة. بصوا دي برضو ايه معرفش هيشتريت ايه بالظبط، بس اديتني فلوس. وبصوا الدنيا تمام، بسلم عليهم كلهم. في ناس بقى بطلبها بتجيلي بتبقى هي محتاجة حاجة، فبيبان على بيبان فوقهم كده علامة استفهام، دي بتدوس على علامة الاستفهام دي بتساعديها وتاخدي فلوس. ممكن لو ممكن وفي ممكن واحدة تقول لي كان عندي بيتزا بارتي فنقلي هدوم اروح بيها الحفله دي، فبتساعديها لو عندك. تمام. ما عندكيش بتمشي طبعا، لو انت فرشه المحل كله سواريه فاكيد مش هتلاقي حاجه عندك، فهتمشي في ساعات ميتنج، واحده عندها ميتنج، واحده مثلا عندها انترفيو، فانت حاولي تنوعي في المحل بتاعك. ما تبصيش على المحل دلوقتي بتاعي ان هو فاضي، انا بحوش فلوس عشان اظبط الدنيا. تمام. لكن هو عموما المفروض تنوعي في اللبس علشان كل متطلبات العميل تلاقيها ايه عندك. انا بكده اكون خلصت الفيديو بقى كده خلاص، انا شرحت لكم كل حاجه. ماشي. ونزلوها زي ما قلت لكم. ولو عجبك الفيديو واول مره تتفرج عليا وعايزه تتابعيني تاني اعملي لي سبسكرايب، اشتراك، صبعك مش هيوجعك لو دوست عليه كده عادي يعني مش خسرانه حاجه. تمام. لو عايزه تتابعيني مش عايزه تتابعيني خلاص، بس اهلا وسهلا بيكي. ولو عجبك الفيديو اعملي لي لايك واكتبي لي التعليقات بتاعتك علشان اعرف الدنيا ماشيه معاكوا ازاي، عشان انا ما اعرفش هي برده الدنيا ماشيه ازاي. ويلا باي باي.